الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ثم أما بعد، معاشر الفضلاء، حياكم الله جميعا وبيض وجوهكم وجعلها ناظرة إلى ربها ناظرة يوم العرض عليه. ما أعظم أن نعيش مع الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام في بيته، وما أجمل أن يكون الحديث عن سيرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. إن من واجب كل مسلم أن يتعرف على هديه عليه الصلاة والسلام وسيرته في بيته، ولا عجب أن نعيش مع النبي في بيته. فالإنسان يقضي أغلب وقته في بيته، ينام في بيته، ويأكل ويشرب في بيته، ويقيل في بيته. تعالوا بنا لنزور بيت النبي ولنقضي فيه ليلة ويوما مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، لنرى كيف أسس أسعد بيت وأطهر بيت على وجه الأرض. إنه أسعد بيت وأهناء بيت على الإطلاق. من فضل الله علينا أنه أكرمنا برسول الله عليه الصلاة والسلام وجعله بشرا، فمحمد بشر، يأكل ويشرب ويمشي في الأسواق، يصح ويمرض، ثم إن يفرح ويحزن ويتزوج. ففي 25 من عمره ذهب الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام في تجارة لأمنا خديجة، ووصلت أخباره إلى أمنا خديجة فأعجبت به وعرضت عليه الزواج. فتزوج الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام بأمنا خديجة، وعاش معها أعظم اللحظات وأسعد الأوقات. ثم اكتملت الفرحة بميلاد أول مولود الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، حينما بشر بأمنا خديجة بأنها حامل. ثم جاءت اللحظة السعيدة حينما رزق بأول مولود، وهو القاسم الذي يكنى به عليه الصلاة والسلام. فامتلأ بيت النبي حبورا وسعادة، فكان أسعد البيوت. فأسعد البيوت هو بيت رسول الله، لأن هذا البيت كان بيتا رباني. كيف لا يكون أسعد البيوت وفيه أعظم زوج وأعظم أب وأعظم جد؟ كان الحبيب النبي أعظم زوج وأعظم أب وأعظم جد، وكانت تعاملات النبي عليه الصلاة في غاية الرقي. عرف طبيعة المرأة، يعرف طبيعة الزوجة. ومن الصور النبوية الرقيقة الرقراقة أن الحبيب النبي كان يفي، كان لا ينسى فضل زوجه عليه الصلاة، كان دائما يثني على أمنا خديجة، كان حريصا على أن يظهر حبه، وكان يسترضي زوجته إذا غضبت ويلتمس لها المعاذيب، وكان هينا لينا حليما حكيما عليه الصلاة والسلام. كيف لا يكون هذا البيت أسعد البيوت وفيه أعظم زوجة على الإطلاق وأعظم امرأة؟ أنشأت مع رسول الله أشرف بيت وأسعد بيت، وهيأت له كل أسباب السعادة، وعرفت فضله ومناقبه، وقفت إلى جانبه. إنها رمز العفة والعفاف، إنها العاقلة اللبيبة، صاحبة الأوليات، فهي أول من آمن بالله ربا ورسول الله نبيا، أول صديقة، صديقة المؤمنين الأولى، أول من صلى مع رسول الله، أول من آمن بالإسلام، أول زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام، أول من بشرها ربنا ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، أول من بشرت بالجنة، أول من أقرأها ربنا السلام، وأول زوجة نازل النبي في قبرها عليه الصلاة والسلام، وأول امرأة رزق منها الولد عليه الصلاة والسلام. استحقت كل هذا الفضل لأنها وقفت إلى جانب النبي عليه الصلاة والسلام، وهيأت له كل أسباب السعادة. فجاء جبريل يبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، ويقرئها من ربنا السلام، فقال: أقرئها من ربنا ومني السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. كان الحبيب النبي لا ينسى فضلها، كلما ذكرها إلا ويثني عليها خير، حتى غارت أمنا عائشة: قد ما غيرت على امرأة ميتة إلا كغيرتي على أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. كيف تكون بيوتنا سعيدة؟ تكون جنة عامرة بالحب والمودة. هناك مفاتيح، أول مفتاح وأعظم مفتاح هو أن نؤسس بيوتنا على الإيمان والتقى. إذا حضر الإيمان وحضرت الاستقامة والدين، حضرت السعادة. ثم لا بد من الاحترام المتبادل، ولا بد من الثقة، ولا بد من الرحمة، ولا بد من مراعاة الخواطر، ولا بد أيضا كذلك من عدم التدقيق في الأمور الصغيرة. ثم لا بد من الاهتمام، لا بد أن يهتم الزوج بزوجه وتهتم الزوجة بزوجها، ولا بد من الرضا، أن يرضى
الزوج بزوجه وأن ترضى الزوجة بزوجها وعدم الشكوى. ثم لا بد من الحكمة ولا بد من التغاضي عن الأخطاء البسيطة كما فعل الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا صرنا النبي إلى بعض أزواجه حديث فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. في القرآن سورة عظيمة نزلت تتحدث عن شؤون خير بيت على وجه الأرض، نزلت لتناول طريقة النبي في التعامل مع أزواجه عليه الصلاة والسلام حتى عند نزول وحتى عند حدوث المشاكل. ولا تخل بيوت من مشاكل حتى خير البيوت وقعت فيها مشاكل، لكن انظروا كيف تعامل الحبيب النبي بلين وبرفق وبحكمة وبهذا الخلق العظيم الذي هو التغاضي. أعرض عن بعض، عرفها عن بعض وأعرض عن بعض، لم يتحدث عن كل المشكلة عن كل الأسرار، وإنما تحدث عن بعض وأعرض عن بعض من باب التغاضي والتغافل. وما أحوج بيوتنا اليوم إلى التغاضي والتغافل عن أخطاء بعضنا البعض. لا يفرق مؤمن المؤمنة إن كره منها خلقا راضي منها خلقا آخر. استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، والنبي صلى الله عليه وسلم شبه المرأة بهذا القفص الصدري الذي هو ضلع أعوج، لكنه يحمي ماذا؟ أخطر ما في الإنسان، يحمي قلبه وكبده ورئتيه، يحميها. لولا ضلعه لولا عوجه لما حمى قلبك. وكذلكم المرأة، هكذا المرأة لا بد أن نتركها كما هي، لأنها تحمي البيت بحنانها وعطفها. فالله نسأل أن يسعد بيوتنا. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.